يا حبيبي جميل قوي بجد، راضي عنه جدا جدا. ايه اكتر حاجة اثرت فيك؟ فكرتيني بحاجات كتيرة قوي، يمكن زحمة الحياة ما خلتنيش افتكرها بقالي فترة. بابا وماما والبدايات، فترة جميلة في حياتي الحقيقة، بس الواحد الدنيا تلاهي بتاخدنا يا وفاء. دموعك نزلت مراقباك كنت لما جت سيرة والدك الله يرحمه، ما نزلتش لما جت سيرة والدتك. الفرق بين وفاة والدك ووالدتك حوالي 40 سنة، هو وحشك أكتر أكيد. لكن لا، ماما طبعا وحشاني قوي قوي، بس هو أنا اتخذت، يعني عارفة أنت أصلك نقلتيني عصر وزمن، زي ما قلتلك أنا كنت ناسيه بقالي فترة، أو الحياة شغلانة ما كنتش بفتكره. مش هقولك إنها على طول وردية، لا، أنا مريت بتجارب صعب كتير قوي 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 في حياتي الحقيقة، والحمد لله على كل حال. أكيد كلنا بنمر بهذه التجارب وبنفارق ناس عزاز علينا. والدك الله يرحمه توفى وانت في الثانوية العامة، فاكر اليوم ده؟ طبعا طبعا، كنت بذاكر عشان كانت امتحانات قربت، وجام الشغل تعبان جدا جدا. كان ماجد حبيبي أخويا الكبير الله يرحمه كان في الطب، فنزلت أنا وهو جبنا له أنبوبة أكسجين لأنه ما كانش قادر يتنفس، بس على بالليل خلاص يعني كان الله يرحمه، يعني كان صدره مقفول قوي قوي من التراب، وجات له الأزمة، يعني كريزة التراب، ودي سدت، ما لحقناش على بال ما خدناه وحاولنا نوديه للمستشفى، ما كان توفى الله يرحمه. ازاي قدرت تذاكر وتنجح وتجيب مجموع؟ والله بصي، انا نجحت بس انا ما جبتش مجموع كبير، كان اعتقد 55% او حاجه كده، يا دوب بالعافيه ان انا عديت. بس اعتقد ان وقتها كانت المجاميع اصلا صغيره. لا مش زي دلوقتي، ما كانتش زي ما حدش بيجيب 110% دلوقتي. حاجات تخض يعني. انا الحمد لله اني انا نجحت على فكره، يعني حتى ماما وماجد حبايب الله يرحمهم قالوا لي انت الحمد لله انك انت فعلا عديت السنه دي، لان يعني كانت بالنسبه لي كسره كبيره قوي 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 نفسيا. انا عايز احكي لك حاجه وفاء، انت عارفه انا لما كنت ساعات بمشي في البيت بعد ما بابا توفى الله يرحمه، كنت بشم ريحته، يعني وانا ماشي احس ان هو ماشي عكسي كده، ريحته بتهف عليا. هو كان ريحه الدواء اللي بياخده، ريحه جلده وصدره والبرفان اللي بيحطه، ريحة أنا لحد دلوقتي فاكرها. أوقات كتير قوي كنت بشم ريحته دي، ده طبعا بيموتني من جوه، أنا بحس أنه موجود ومعايا، وبحاول على قد ما أقدر أن أنا ألم نفسي وألم حزني عشان ما زعلوش وأنجح. بس وصاك بحاجة قبل ما يتوفى؟ والله هقولك لأ، يعني بس هو كان حنين قوي وكان طيب قوي وكان مدلعنا قوي الحقيقه، زي ما انتي قلتي في التقرير. كان مبوظكم ولا مدلع؟ مبوظنا شويه. مبوظنا شويه الحقيقه، لانه الحقيقه كان يعني واخد الدنيا ببساطه قوي يا وفاء. يعني ماما حبيبتي الله يرحمها كانت فعلا زي ما قلنا كده، هي اكتر صرامه واكتر انضباط واكتر تركيز في الحياه اكتر، بدليل انها واكتر قسوه. مش قسوه، لا 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 والله ابدا، لا بالعكس، انا امي كانت حنينه جدا جدا، بس هي يعني اداره البيت، انك تربي ثلاث ولاد بعد رحيل الاب ده صعب جدا جدا. انفصلوا وانت عندك كم سنه؟ لا انا كنت صغير قوي، يعني يمكن 3 سنين 4 سنين. السنين اللي غابت فيها والدتك عنك كنت عايش مع والدك؟ كنت بتشوفها؟ طبعا كنا بنروح نزورها وكده. طبعا انت وماجد؟ انا وماجد. ولما خلفت محمد حبيبي ربنا يديله الصحه يا رب يا رب، وانفصلت عن جوزها ورجعت بمحمد البيت، كنت ابتديت تعي الامور ان مامتك رجعت لباباك، ولا كنت لسه؟ لا بصي هقول لك، انا كنت فرحان قوي انها رجعت البيت طبعا، وتلم الشمل تاني، وفرحان قوي انها جابت لي محمد يسليني، كنت فرحان بيه قوي قوي، لان انا الفرق بيني وبين ماجد كبير جدا، 9 سنين. لكن الفرق بيني وبين محمد 5 سنين 4 سنين وشويه حاجه كده يعني.
شعرت أنه أخ غير شقيق؟ خالص خالص. وعايز أقولك أنه يعني بابا حبيبي الله يرحمه محمد بالنسبة له كان التالت بتاعنا، يعني هو إنسان جميل كان الله يرحمه. واضح أن والدك كان طيب جداً قوي جداً جداً. أما كبرت وفهمت كان عندك فضول تسألهم انفصلتوا ليه ورجعتوا ليه؟ صدقي لأ، لأنه أصل ده وارد، يعني وارد الاختلاف، وارد الانفصال، وارد الزعل، وارد المشاكل. لكن لا، أما كبرت شوية ما حبيتش قوي أعرف تفاصيل، يعني ليه وصلوا لهذه الدرجة إن كل واحد فيهم يبقى في اتجاهه وكل واحد فيهم يبعد عن التاني بهذا الشكل. لا. أنت الوسطاني بين أخواتك. موقف الوسطاني محير، بيبقى كده كأنه ملوش لازمة. أنا الوسطانية على فكرة. غاروا منك ولا غيرت منهم؟ خالص خالص. لا يعني عايز أقولك ماجد كان فرحان بيها جدا، محمد نفس الحكاية، احنا ما عندناش حتة الغيرة دي خالص، لأن الصغير آخر العنقود والكبير بالزبط. أول الفرحة بالزبط. فاللي في النص ده يعني غلبان. لا أنا والله ما حسيت كده، بالعكس يعني حتى في معاملة بابا وماما لينا كلنا أنا ما حسيتش إنه أنا ضايع في النص. لا بالعكس، عايز أقولك يعني أنا حتة المزيكا اللي عندي دي وهم حبهم في الموسيقى هم كمان ميزتك، خلاهم شوية ميزوني أكتر سنة صغيرة، إنهم مدلعيني يعني مريحيني. كانوا بيودوني وأنا صغير في وقت المدرسة يوم الجمعة أروح الكونسرفاتوار عشان أدرس المزيكا، بيودوني أروح أتعلم بيانو مع أستاذة روسية في الكونسرفاتوار، باخد مرتين في الأسبوع دروس بيانو. فكرة إنك أنت بتجيب فلوس للبيت خليتك أحسن من أخواتك؟ لا خالص خالص. وعلى فكرة الفلوس دي أنا يعني اللي وأنا صغير دي كانت بتاعتي أنا، ما حدش كان بياخد منها حاجة خالص، يعني ما كانوش بيبصوا لها إطلاقا، هي كان كلام فارغ. وكنت بتحوشهم يعني؟ وكنت بحوش بالظبط. ولحد ما كنت في الكلية وابتديت أغني أنا كنت باخد من أول إعدادي لحد كلية تربية موسيقية لحد ما اتخرجت منحة تفوق 15 جنيه. عايز أقول لك ال 15 جنيه دول زمان كانوا حاجة كبيرة، ولا 150 ألف جنيه دلوقتي. بجد كنت بجيب لبس وبتفسح وبخرج وباكل وبروح مطاعم وبروح سينمات بال 15 جنيه دول. زمانكم كان فيه بركة. بالظبط بالظبط. أما ابتديت أشتغل بقى بعد ما غنيت وكده، لا طبعا ابتديت يعني ما أخليش أمي والبيت ناقصه حاجة خالص طبعا. عدم وجود أخت ليكم كان ليه تأثير سلبي عليكم؟ والله لا، بس احنا كنا كلنا بنتمنى يبقى لينا أخت. أكيد أنت كنت بتتمنى يبقى ليك أخت عشان تشيل عنك شغل البيت، كان تخصصك إيه؟ لا بصي بقى، أنا الحقيقة احنا تربينا كلنا على أننا كلنا بنساعد بعض، يعني ساعة التحضير للسفرة كلنا بنحضر، نقف في المطبخ مع ماما بنحضر وبنشيل، هي بس بعد كده بتظبط المواعين والكلام ده كله. يعني هي تخصص غسل مواعين. بالظبط، واحنا بنشيل ونحط ونرتب وكده. ولما كبرت شويه بقيت تخصص غسيل، تخصص تنظيف، تخصصك كان لا الحمد لله ما بقتش.